التواجد ديالنا اليوم بساحة الأمم بطنجة هو تعبيرنا على التخليد ديال ذكرى انتفاضة المجيدة ديال 20 فبراير، يعني انتفاضة المجيدة يعني اللي سقطوا على خلفيتها شهداء ومعتقلين سياسيين، يعني نفس الواقع اللي خرج ولاد الشعب سنة 2011 هو نفس الواقع اللي خرج ولاد الشعب اليوم، واقع البؤس، واقع التفقير، واقع التهميش وغلاء في الأسعار، في حين أن هذا المغرب يعني كيزخر يعني بخيرات طبيعية، يعني مغرب فيه فوسفات، فيه جوج بحور، فيه مجموعة ديال الخيرات، يعني كنشوفوا بأن حكومات تتعاقب يعني على هذه البلاد يعني ودون مراعاة إلى يعني الكادحين، إلى يعني ولاد الشعب، يعني كيعانيوا الويلات والويلات. يعني خرجنا هنايا اليوم كطلبة، كمعطلين، كأساتذة مفروض عليهم التعاقد، كفلاحين، كعمال، كمفقرين، كمهمشين في هذه البلاد، يعني نطالب بمغرب يسع الجميع، مغرب تسود فيه الحرية، العدالة الاجتماعية، تسود فيه الكرامة، مغرب يعني مغرب يعني كيف ما شرت يسع الجميع، يعني ابدا. واش ممكن اننا يعني نتخلاو على التضحيات الجسام اللي قدموها هذوك يعني الشهداء؟ ابدا. يعني واش ممكن اننا يعني نتناساو ولا نتنكروا للتضحيات الجسام؟ نطالب كذلك بالافراج على كافه المعتقلين السياسيين على طول ربوع هذا الوطن الكريم. واش يعقل ان مغرب كيتسابق على 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 تنظيم كاس ما نعرف شنو، افريقيا، كاس العالم، ووليداتو مازالين كيموتوا في الطريق الى المستشفيات، نساء حوامل يعني مازال كيتنقلوا من البوادي ومن القرى، مازالين اطفال يعني كيضربوا يعني الطرقات والطرقات باش يوصلوا للمدارس. هل يعقل اننا نتنكروا لهاد ولاد الشعب؟ يعني كيف ما شرت هذا هو الواقع ديال التفقير، ديال التهميش، ديال البؤس اللي معيشنا فيه. يعني سياسات الله التصفوية لهاد الدولة اللي ما كتراعي شاي القدرة الشرائية ديال ولاد الشعب. حنا كنشوفوا الجزائر، الجزائر صرفات لولاد الشعب، صرفت لها البطالة كيتخلصوا وليدات الشعب على البطالة، وحنايا مازالين كيوهموا الشعب بأننا الشعب عنده البنان. عباد الله، يعني وحنايا راه حنايا نطالب حتى حنايا بالاستفادة من خيراتنا. هاد المغرب اللي حنايا حاليا اللي كيستنزفوا الثروات ديالو، ضحاو من أجل يعني الاستقلال الشكلي عليه جدودنا يعني وآبائنا، يعني ضحاو يعني عليه، ولكن استفاد الخونة، استفاد الجبناء، ولا زالوا يستنزفون خيرات يعني هاد الوطن الجريح. يعني ما زلنا يعني مرابطين بساحات النضال إلى حين إحقاق
العدالة إلى حين يعني التوزيع العادل لثروات هذه البلاد، إلى حين الإفراج على كافة المعتقلين السياسيين. ومن هنا يعني كنحيي يعني معتقلين اللي ما نساوهمش على مختلف يعني ربوع هذا الوطن الجريح. كانت انتفاضات وانتفاضات مجيدة، منهم معتقلين مازالين لحد اللحظة غادي ينعموا يعني أولادنا ولا أحفادنا يعني بالخيرات ديال هاد البلاد. يعني هادي يعني مازالين غادي نتواجدوا، مازالين مستعدين حتى حنايا نقدموا حريتنا، مازال مستعدين نقدموا حياتنا يعني دفاعا على هاد الوطن اللي ضحاو يعني من اجله يعني كافه هاد الشهداء وكافه هاد المعتقلين السياسيين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.